ما شاء الله لا قوة الكريم. هذا كلامه سبحانه، هذا كتابه، لكل مؤلف في البشر كتاب، وهذا كتاب الله، الكتاب الوحيد في العالم الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الناس، الكتاب الوحيد الذي وقف الناس مدهوشين مهزومين حائرين أمامه. نزل على هذا الكتاب، انظروا أمامكم، نزل على أمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا رأى سبورة ولا طبشورة ولا أستاذ ولا معلم ولا دكتور ولا دخل كلية ولا جامعة ولا مدرسة. الذي نزل عليه القرآن يحفظه في صدره ترى ما يعرف اسم محمد، حتى صلى الله عليه وسلم في الحديبية مراد يمسح العريضة التي كتب عليه قال أين اسمي، يروى أنه قال أين اسمي، ما يعرف صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هذا الكتاب هو طريق السعادة إلى أن يوصلك إلى الجنة، والعياذ بالله قد يوصل بعض الناس إلى النار. هذا الكتاب في أوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، معناه نتحدى جميع البشر، لا نريد أحد يستدرك ولا يعطينا ملاحظات. فهو خاتم، وهو حكيم، وهو مجيد، وهو عزيز، وهو ما شاء الله قوي وشريف. هذا الكتاب فيه مسائل في القرآن. الصحابة قالوا يا رسول الله حدثتنا من حديث البشر من حديث الناس، قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قالوا رسول الله لو قصصت علينا قصص من يعني من الأمم والدول المجاورة، قال الله نحن نقص عليك أحسن القصص. قالوا لو وعدتنا رسول الله موعظ عامة، قال أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يا سلام. في أحد كتاب العرب مشهور ذهب إلى أمريكا، ما أدري هو شك في القرآن، لأن بعض الناس حتى من شبابنا الآن تجده رابعة ابتدائي ليلي من محو الأمية شكك في القرآن. القرآن هذا ترى أذهل البشر، أذهل الفلاسفة، أذهل العلماء، لأن فيه من أوله إذا مريت به. قصدي أعود إلى الكاتب العربي، كان في أمريكا دكتور وصل إلى معالي، قال لماذا أنا ما أقرأ الكتاب، لأنه صار قاله بعض الناس يمكن محمد صلى الله عليه وسلم ألف القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم ألف القرآن الذي فيه سحر هاروت وماروت وطالوت وجالوت وعالم الفلك وعالم الأبراج وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الآخرة وعالم الاقتصاد وعالم المال والطفولة وكل شيء والمستقبل والجنة والنار. قرأه في شهرين من أول إلى آخر، وصح في الأخير باكين أشهد إلى الله وأشهد أن هذا الكتاب عندنا. ألف كتابا اسمه أفي لا شك في العبيكان ترى، وفي مكتب الجرير. أقول يا أخوة أسألكم بالله دعونا نتواصى نقرأ هذا المصحف من الآن قراءة، خلوا في مشروع. أنتم يا من شاهدين أخوان مشاهدين مشاهدات، أخواني أخواتي أبنائي بناتي، دعونا الآن من الليلة نفعل كما فعل بعض العلماء قراءة فلي، قراءة مشروع قراءة، وركوا في اليوم صفحة، ما تجي وجه ما عندكم وقت، إيه بتدبر. أنا أعرف أنكم تقرأوا، منكم من يقرأ جزء. أنعم واكرم، أنا أتكلم الآن للملايين، ولا أنعم بكم واكرم. شوف ولا يهم، علشان نقول ونعم وتقول أنت ونعم وخلاص ومتطمنين يعني، لكن زيادة في الحرص قراءة تدبر، ونمشي في هذا المشروع نحن وإياكم. يقول الغزالي راجعوا في كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، أحد علماء السلف مكث في ختمة واحدة 17 سنة، كل كلمة تحتها معنى. تقرأ القرآن ترى يظهر لك معاني بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن، ما هو بجريدة، ما هو بصحيفة، ما هو بكلام بشر، كلام الله. نريد مشروع من جديد يا أحبتي، نبدأ في القرآن، عسى الله يجعله لنا مؤنسا. اجعله في جوالك، في سيارتك، عند راسك، الزم نفسك بتلاوته بتدبره، لأنه حرز وحفظ وحصن. الله مدح كتابه يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ما جاء الجواب، لأن حذف الجواب عند الاشتهار وارد. يقول ابن مالك في الألفية وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، خلاص معلوم. سمعتك يا قرآن والليل واجم سريت تهز الكون، سبحان من أسرى فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها وسرنا على الأفلاك نملأها أجرا. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي، أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. هذا الكتاب المعجز الذي أمامكم يا إخوة ترى ما كان في مكتبة أبي بكر عمر إلا كتاب. عند الواحد منا الآن بعض الطلاب الآن يرسب وينجح بالواسطة مجمع كتب، عنده 5000 كتاب في صالة. أبو بكر عمر وعثمان وعلي وخالد ترى ما عندهم مصحف، فتحوا العالم. وصلت الفتوحات في 25 إلى سور الصين العظيم. أنا وصلت سهول لانجو في الصين،
يقول لنا الصينيون المؤرخون لما زرناهم أجدادكم مروا بالخيول من هنا مع محمود بن سبكتكين. تعرف كم محمود بن سبكتكين هو وجنده؟ كان واحد كل واحد معه نسخة من المصحف على الفرس. تدري كم جند محمود بن سبكتكين في الدولة الغزنوية؟ ألف ألف، كان مليون. عرض له ملك الصين وملك الهند أصنام صبات من السواري، قالوا خذ الصبات هذه من الذهب وارجع من ديامه. قال لي علشان ادعى يوم القيامة، هي مشتري الأصنام ها؟ بل وحطمها واحرقها، فاحرقها. فيقول محمد إقبال كنا نار الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. هذا شاعر الإسلام محمد إقبال، من الشعراء الخمسة الهندي، شاعر عالمي، دكتور البروفيسور محمد إقبال، شاعر قوي. كنا نار الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحاز كنزا وصغى الحلي، والدينار أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما الجوار. اللهم نسأل الله نجعل هذا الكتاب قرة عين لنا وانشرح بصدورنا ونجاة وفلاحا. ادخلوا بيوتكم الكتاب الأول واقرؤوه بخشية. أنا أخبركم بقصة، قبل أسبوع كنت أقرأ إذا الشمس كورت. أسألكم بالله بعد الحلقة أو بكرة أو بعد بكرة يقرأ الواحد منكم ولو في نور خافت ولا في ظلام، يقرأ إذا الشمس كورت. سوف يشاهد هذا، أنت بتشاهده وأنا بشاهده وأمك وأبوك، وتفكر في آبائك وأجدادك إذا خرجوا من القبور. يخبرنا الله بهذا المشهد أنه سوف، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ما هذا الكلام؟ أرجو أن تعودوا لهذا المشهد مثل الصورة. هذه سيبت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أراك شبت، قال سيبتني هود وأخواته، قالوا أخواتها من التكوير، سيبت رأسه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم.